شيء. ما انت عاجبني ذا اليوم. ايش رايك تفتح المايك؟ مخصوم عليك 100. مخصوم عليك 100 والله. خصم المايكات 100 نقطة اي والله. وانا 30% انت حلو. صلى على النبي. اللهم صل وسلمك رسول الله. شغال بس بطاريات يا اخوان لو سمحت الكنترول بطاريات الصالح شغال المايك حقه. ايوه ايوه صدق البطاريات. كانه بشارة. بشارة والله يقفلون. ناصر يقول وده يصدق. لا تدري في اشارة في اشارة تلقط. لا قول لهم اخر مرة والله بالغلط. ستوب ستوب ستوب. الله يوفقك ويسر امرك. كيف كذا؟ ما تمشي ما تمشي ما تمشي عليهم. ما شاء الله ما شاء الله. ما خلوا كذا والله انا بالغلط. ابشر ابشر دور دور هذا اللي والله اللي ما عرف يمرر روح. ستوب. الله احمد ستوب. عزيز دور 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 عبو دور وقف. هلا هلا ابو مايك اجل توبه مخصوم منه 100. القزوه يصفين ولا كيف؟ ايه ايوه هذا الكلام على القزوه. حي الله الدوسري. كيفك يا سعد؟ يلا حي. الاسبوع اللي فات ما في اص ولا شيء ها؟ لا حلوين. فيها غيرها فيها. طيب بما ان اص ما هي الحرب التي كانت في الاشهر الحرم وشارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه؟ حرب اشهر الحرم. أعطني خيارات والله ما أدري. الخيارات تقول هل هي حرب البسوس أم حرب الفجار أم حرب داحس والغبراء؟ نهدى سرور لو سمحت. الرسول؟ أبدا لا تناظر ورا مرة يا سعد مرة. ماني من وجابات ورا قاعدة تنطل على 200 على 250. 12 11 10 فجار والله. عطني جا فجار. لا يا عيال يا عيال كذا ترى يا وليد معليش. لا لا والله متفاعلين معاه. فجار فجار فجار. إيه؟ اجابه صحيحه. والله طيب قال الجواب. قال وليد الشمري شوف عشان تكون في الصوره الان الرجل يقول نقول فجار يعني ما اعطاني اجابه. لو كانت خاطئه وانتم قلتوا صح وهي خاطئه انا ما اقدر اثبتها. نقول الفجار. بس قصدي يعني الفجار. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه وتستاهل 200 وعطوا تحيه والله انه يستاهل. يستاهل بركاتك يا حبيبي. سؤالك يقول في من اي غاز يصنع الثلج الجاف يا احمد سعود؟ هذه انا. هذه انا. حسبي الله ونعم الوكيل. من اي غاز يصنع الثلج الجاف؟ الثلج الجاف. هنا هنا لا ضرر. لا 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 عشان اقول لا ضرر ضرار. طيب كيف؟ حول حول احد يبي يا اخوان؟ اختيارات ولا تجاوب؟ اختيارات. هل هو من ثاني اكسيد الكربون، من هيدروكسيد الكربون، من الكربون الهيدروجين؟ هيدروكسيد. والله انا كانت الاولى. يلا هارد لك. اجابه خاطئه. هيدروكسيد الكربون اجابه خاطئه. هي ثاني اكسيد الكربون سالب 200 عوافي. الحمد لله. ازحف شويه ازحف شويه. وقبل شويه 100 300. ايش ذي المسابقه اللي الحمد لله على كل حال. الحمد لله. لا لا ما عليك شيء. ايش قومك فرحان الرجال وين خصم عليه؟ الله بيعوضنا ان شاء الله. لبه. سؤال طلع عند عبد العزيز. سؤال طلع عند عبد العزيز. من القائل اذا اردت ان تعلم ما عندك وعند غيرك من محبه الله فانظر محبه القران من قلبك. الله اكبر. معلش يا سعد شو اخذك معلش عشان وقته بس تعرف العنصريه تلعب دور. تحويل تحويل تحويل. احد له في شف انت لحول. هل هو الامام الشافعي، الامام ابن القيم الجوزيه، أم الإمام ابن تيمية؟ هنا من تناقص والله من تناقص. أنا قاعد أفكر أفكر في ذمتي من تناقص. طيب كم الوقت؟ طيب الشافعي ابن القيم الجوزي ابن تيمية. إذا أردت أن تحبها فانظر محبتها ابن القيم. الله عليك الله عليك. 100 100 راحت باقي لك 200 والسؤال هذا الجاي سؤال 400. عبد العزيز من قوتك ثانية؟ محمود فلاح. محمود حلوين. صالح سؤالك يقول مثقف يا اعطونا السؤال. ما هي الصلاة التي يركع فيها المصلي 4 مرات ويسجد فيها 4 مرات؟ سؤال 400. تعود كل خسائر خليك معي. يسجد ايش وايش فيه؟ يسجد ايش فيه صديق؟ ما هي الصلاة التي يركع فيها المصلي 4 مرات؟ يركع فيها 4 مرات ويسجد فيها 4 مرات كذا بالعامي بالسهل الممتنع. طيب فيها أكثر من صلاة؟ والله 4 مرات.
خيارات. خيارات، هل هي صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستخارة، أم صلاة العيدين؟ صلاة الكسوف والخسوف. الله عليك يا صالح، الله عليك يا صالح، الله عليك. هذا المنظم، هذه القوة، هذه الثقة. أهنيك يا صالح، أهنيك والله. الله يسلمك والله. الله يهنيك، ولو أنه صفر اليدين بس والله أهنيك. الله يسلمك. إيش صفر اليدين هذا؟ يعني لا خسرت ولا ربحت. الله يسلمك. والله ما عليه، إني قاعد أواسي. حتى المايك خصم المايك أبشرك. شغلته والله. إيه خلاص يعني إنه عوضتها، عوضتها. هذا هو رديت خصم المايك. أعطونا 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 وجه المنظم، سعادة المنظم. بس الأسبوع اللي فات قلت لي هذا يختار منصور، جينا اخترت عبد العزيز، كيف كذا؟ كيف؟ يوم قلت لي هذا يختار منصور، اللي يصير هذا و... خدعة. ها شوف عشان انت انت رقم 10؟ انا منصور واحد. كفو، هذا لك. شوف 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 هنا اسلوب الرد الدبلوماسي. هذا انه هي هو الخرب لا قصدي الحرب خدعة. اخلص. طيب فين الرقم؟ ايوه 10. طيب يا طويل العمر السلامة اختار عبد الله الشهراني. اسلم مات. اللي هو يا طويل العمر السلامة. يلا يا صالح يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انا فداك انت خلص. اختار رقم 18. رقم 18. رقم 18. رقم 18. رقم نستنى يا عبد الله. عبد الله مره صرت اوفر تراك. يا حبيبي ما ادري مين اللي بيجي معي. الله يعطيكم العافيه شباب، يعطيكم العافيه. جمع نقاط. ها قاعد تجمع نقاط. والله لا يعرف فيها كيرم. عوافي نفداك عوافي والله الذي لا نطبها كذي.